عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اجتماعا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الأخوية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في جميع المجالات لكل ما فيه خير المملكتين ومصلحة شعبيهما الشقيقين. ورحب جلالة الملك المفدى أيده الله بأخيه جلالة العاهل الأردني وبزيارته الأخوية لمملكة البحرين والتي تعكس عمق العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتجسد حرصهما على استمرار التشاور والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة. مؤكدا العاهل المفدى اعتزازه بمتانة العلاقات البحرينية الأردنية والتي تتميز بتاريخ طويل من الأخوة والتفاهم والتنسيق المشترك على المستويين الرسمي والشعبي. وأكد العاهلان حفظهما الله حرصهما على تنمية هذه العلاقات وتطويرها وصولا بها إلى أعلى المستويات من التعاون المثمر والبناء تحقيقا لآمال شعبيهما الشقيقين وتطلعاتهما لمزيد من التقدم والرقي. وأشاد جلالة الملك المفدى بالمواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تجاه مملكة البحرين ودعمها للقضايا العادلة للأمة العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. كما بحث العاهلان التطورات الراهنة في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين حيالها، وأكد أهمية تعزيز التضامن العربي في هذه المرحلة الهامة لمواجهة مختلف التحديات في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث تستدعي المزيد من التشاور والتنسيق. وجرى كذلك بحث الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتصدي للإرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، إضافة إلى القضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى وصول جلالته والوفد المرافق إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية لمملكة البحرين، كما كان في الاستقبال الأنجال الكرام.